لو الحكاية فيها إن فيتو. نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان. النهاردة عندهم القمر في المنزل الحداشر، ده منزل الأصدقاء. والنهاردة مواليد السرطان عندهم حياة اجتماعية موفقة وكمان مهنية، ممكن يكون عندهم أخبار سارة ومفرحة، وعندهم عطاء أو استعداد للعطاء أكتر، ومزاجهم هيكون أفضل، فممكن يقضوا أوقات اجتماعية حلوة وكمان أوقات مهنية موفقة.